أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة عن مسابقة تحدي علوم المستقبل بالتعاون مع الإلكسو، وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في المشاركة في تنفيذ برامج ومشروعات المنظمات الثلاث اليونسكو والإلكسو والإسيسكو على نحو يحقق وجهة أهداف مصر ورؤية مصر 2030.